نشرة الأخبار، أهلا بكم. والبداية كالعادة بالحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة. سلمت المقاومة الفلسطينية الصليب الأحمر الأحد مجموعة جديدة مكونة من 17 أسيرا ضمن الدفعة الثالثة بموجب اتفاق تبادل الأسرى بين حركة حماس والكيان الصهيوني. وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس تسليم 13 أسيرا صهيونيا وثلاثة تايلانديين وروسي ضمن المرحلة الثالثة من تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى. هذا وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أسماء الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم الأحد بموجب صفقة التبادل بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني. ووفق بيان مشترك بين الهيئتين، فإن جميع الأسماء في القائمة من الأطفال الأسرى، وعددهم 39 منهم 21 من القدس وواحد من مدينة رفح في قطاع غزة، والبقية يتوزعون على محافظات الضفة الغربية. والله شعور ممزوج بالفرح بدماء الشهداء، بأجلاء الأطفال، بالضحايا، بالشهداء الذي قدمتها غزة وأبناء شعبنا، الله يرحمهم. والمبادير والأسبال وكل الأسرى بيعرفوا أنهم مروحية. الله يعم الفرح على كل الشعب الفلسطيني بإذن الله، وخلاص بكفي بكفي يعني، الحمد لله. بدنا نضحك، الحمد لله رب العالمين. من ناحية القمع، قمعوا الأشبال، أخذوا جميع النواحي اللي كنا نتسلى فيها، من ناحية العقلة والضغط والأوزان، النواحي اللي كنا ننبسط فيها، تلفزيون، أوعينا، أغراضنا، جميع أغراضنا حرمونا منه. اليوم رضيت فيها، الواحد المبسوط، الواحد انبسط، فرح مبسوط، له فرحة كبيرة تكون له على مقابلة ابنه بده يكون مبسوط. بهالوقت هذا اللي احنا فيه يعني بهالايام. اعلنت المقاومة الفلسطينية الاحد الافراج عن اسير في قطاع غزة يحمل الجنسية الروسية. وذكرت حركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية حماس في بيان مقتضب ان الخطوة تأتي استجابة لما أسمته جهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتقديرا للموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية. أصيب عدد من الفلسطينيين ضمنهم صحفي مساء الأحد جراء قمع قوات الاحتلال الصهيوني السكان والصحفيين الموجودين في محيط سجن عوفر العسكري غرب رام الله أثناء انتظارهم المعتقلين الأطفال المفرج عنهم. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني تعاملت مع 21 إصابة أمام سجن عوفر، منها 7 إصابات بالرصاص الحي و4 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط و10 أخرى اختناقا بالغاز السام المسيل للدموع. المصدر ذاته ذكر أن قوات الاحتلال هاجمت الصحفيين وأجبرتهم على الابتعاد عن المكان واستولت على معدات عدد منهم. حملت قائمة الأسرى الفلسطينيين المحررين ضمن صفقة التبادل مع الكيان عددا من رموز النضال والصمود ضد الاحتلال، من ضمنهم أسيرات مصنفات ضمن أقدم الأسيرات في السجون الصهيونية. رموز فلسطينية في النضال والصمود ضمن قوائم الأسرى الفلسطينيين المحررين في صفقة التبادل مع الكيان الصهيوني، حتى وإن خلت من أسماء قادة المقاومة القابعين في سجون الاحتلال. من ضمن 150 أسيرا فلسطينيا محررا برزت أسماء مناضلات عدة أمثال إسراء جعابيس المصنفة من بين أقدم 10 أسيرات فلسطينيات، إذ قضت 8 سنوات من حياتها في سجون الاحتلال،
عقب اتهامها بالتخطيط لتنفيذ عملية دهس ضد قوات صهيونية. على سبيل الذكر لا الحصر، أفرج الكيان على عميدة الأسيرات الفلسطينيات ميسون الجبالي التي حكم عليها 15 سنة قضت منها 9 سنوات بعد تنفيذها عملية طعن ضد جندية صهيونية. صفقة التبادل سمحت بالإفراج أيضا عن المناضلة روان أبو زيادة المتهمة بتنفيذ عملية طعن جندي صهيوني عام 2015 لتتنفس الحرية من جديد بعد 9 سنوات ونيف في سجون الاحتلال. نصلي السنوات ما عضنتها ما لمستها الحمد لله بالمرة، إلا بجوز مرة واحدة حصلنا على صورة بس تصورت مع أمي يدوب ما لحقت أحضنها، كانوا خلص صاروا قليلين لي خلص اطلعي، فحتى ما لحقتش حتى أني أحضر في حضنها زي العالم، يعني هيك حضن منيح، حضن أم لبنت، حضن بنت لأمها، يعني بس هسا الحضن الحقيقي وهسا بس روحت خلص فيش أي حاجز بيننا. وضمن أشبال الأسرى الفلسطينيين المحررين أتاحت صفقة التبادل الإفراج عن الأسرى عز الدين سوداني وياسر زعامة ووائل بلال مشا وآخرين. قعدنا يعني بالغرف فوق 50 يوم، 50 يوم طول الحرب وإحنا بنطلعش وبتعذيب وقمع وضرب وإهانات، فأنت بتحس حالك إشي خلص إنه طلعت من مكان من سجن لسجن، إحنا طلعنا هسا من سجن لسجن والسجن أكبر، بس يعني مبسوطين لأنه أنت عند أهلك عند حبايبك عند قرايبك، بس في اللي هي غصة بقلبك بتكون اللي هو أنه فقدنا كثير شهداء. خلو قائمة الأسرى الفلسطينيين من قيادات فصائل المقاومة يعكس برأي متابعين تخوفات من اتساع الانقسامات الداخلية بالكيان بعد فشل العملية البرية الصهيونية في تحرير المحتجزين في غزة ورضوخ الاحتلال لشروط الفلسطينيين. وصلت الأسيرة الفلسطينية المحررة إسراء جعابيس إلى منزلها في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، وأكدت إسراء أنها لا يمكنها الشعور بالفرحة رغم خروجها من سجن الاحتلال بعد 8 سنوات من الاعتقال وسط خسارة العديد من الأرواح وتدمير المنازل جراء القصف الصهيوني على غزة. اطلعني جيب. أخيراً تعانق إسراء جعابيس الحرية من جديد بعدما شوه الاحتلال حياتها وسلب من عمرها 8 سنوات قضتها في سجن الدامون. جاء الفرج مع الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى لتغادر إسراء السجن الذي زجت فيه بتهمة محاولة تنفيذ عملية دهس وحكم عليها رغم انعدام الأدلة ب11 سنة سجناً نافذاً في أكتوبر 2015. أوجاعي مرئية مش ما في داعي إني أحكي عنها، غير أوجاعي من ناحية المشاعر الأحاسيس الشوق للأهل، بس هاي هي ضريبة السجن للسجين سجنه وضريبة المحبة الشوق والحنين. هي من عميدات الأسيرات الفلسطينيات وأكثرهن معاناة صحياً ومثال لضحايا إجرام الاحتلال الصهيوني داخل السجون وخارجها، حيث عانت إسراء من سياسة الإهمال الطبي المتعمد وحرمت من تلقي العلاج وإجراء عمليات جراحية عاجلة وتعرضت لشتى أنواع الانتهاكات والتعذيب أثناء فترة سجنها. البنات في وضع سيء صدقاً، وضع سيء، أغلب البنات اللي في الداخل من أراضي 48، أراضي 48 الأسيرات ما بيعرفوا عن شو هي الحركة الأسيرة النسوية، ما بيعرفوا كيف يتعاملوا مع السجان. حتى لو لم تكفها الكلمات لوصف معاناتها داخل الدامون، فإن ملامح إسراء تلخص جحيم الأسر في سجون كيان مجرد من الإنسانية. أما على الطرف الآخر فإن وجوه الأسرى الصهاينة، وإن حاولت قوات الاحتلال كتم شهاداتهم، تكذب الرواية الصهيونية حول ظروف أسرهم لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. اشتكى سكان قطاع غزة من أزمة خانقة في التموين بعبوات غاز البوتان بفعل شح الإمدادات وتضاعف حاجات القطاع جراء موجات النزوح منذ بدء العدوان الصهيوني على غزة،
وأكد السكان أن شحنات غاز البوتان التي وصلت إلى القطاع عبر معبر رفح مع سريان الهدنة لا تلبي حاجات السكان والنازحين، ما تسبب في غلق معظم المخابز والمطاعم. خان يونس مكتظة في حوالي 1,200,000 بني آدم، هذول لو إيش ما تنزل عليهم مظل عندهم نقص، يعني ما الكمية اللي نزلت بتساويش يعني ربع أفراد خان يونس كانوا قبل، فما بالك لما نزلت غزة على خان يونس وجباليا. ولا بتغطي 1% أو ولا نص 1% بالنسبة لحاجة الناس، الناس لحتى الآن المخابز مسكرة، المطاعم مسكرة، الناس ما عندها اليوم على الحطب على الوقود على حبة ورق على حاجة بيعملوا وفران طينة بيخبزوا فيهن عشان ياكل. فيش حطب خلص، فيش أي مقومات الحياة عنا خالص، فيش مش موجودة. واليوم أنت شايف الطابور وين واصل؟ واصل أكثر من كيلو، بتدخلش أربع عربيات، بتحكي خمس عربيات بكفوش. اعتبرت منظمة أطباء بلا حدود أن الهدنة لمدة 4 أيام فقط غير كافية لنقل المساعدات الإنسانية وتلبية الاحتياجات الهائلة في قطاع غزة. ودعا مدير منظمة أطباء بلا حدود بالأراضي الفلسطينية المحتلة ميشيل لاشاريتي في بيان نشر عبر منصة إكس، دعا إلى وقف دائم لإطلاق النار ووقف القتل العشوائي للمدنيين في القطاع. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية الأحد عن مساع دولية لتمديد الهدنة الحالية في غزة لمدة 4 أيام إضافية. وأفادت الصحيفة بأن التمديد الجديد من شأنه إتاحة فرصة لإطلاق السراح ما بين 40 و50 أسيرا لدى المقاومة الفلسطينية من النساء والأطفال، مقابل إفراج الاحتلال الصهيوني من سجونه عن 78 من الأسيرات والأطفال الأسرى. من جانبه كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الأحد عن رغبته في تمديد الهدنة الإنسانية بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني. وقال بايدن في كلمة من ولاية ماساتشوستس الأمريكية إن الهدف هو استمرار هذه الهدنة إلى ما بعد الاثنين، مشيرا إلى أن تمديدها سيساهم في زيادة عدد المحتجزين المفرج عنهم وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية، لافتا إلى إطلاق سراح طفلة أمريكية. And we continue to press and expect for additional Americans will be released as well. نواصل الضغط ونتوقع إطلاق سراح مزيد من الأمريكيين أيضا، لن نتوقف عن العمل حتى يعود كل الرهائن إلى أحبائهم. هذا هو هدفي، هذا هو هدفنا، الحفاظ على هذا التوقف إلى ما بعد الغد حتى نتمكن من الاستمرار في رؤية مزيد من الرهائن يخرجون ومزيد من الإغاثة الإنسانية للمحتاجين في غزة. اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني أكثر من 3,200 فلسطيني من الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة منذ بداية العدوان الصهيوني في 7 أكتوبر المنصرم. وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان أن عدد المعتقلين في سجون الاحتلال وصل إلى أكثر من 7,000 أسير، ضمنهم 200 طفل وأكثر من 78 أسيرة ومئات المرضى والجرحى، بعضهم بحاجة إلى تدخل طبي عاجل. المصدر ذاته ذكر أن الاحتلال اعتقل 41 صحفيا منذ بداية العدوان الصهيوني. يذكر أن قوات الاحتلال صعدت من عمليات الاعتقال والاقتحامات منذ بدء العدوان إلى جانب جريمة الإعدامات اليومية المتواصلة. أصيب 3 طلاب فلسطينيين الأحد بجروح متفاوتة إثر إطلاق النار عليهم في ولاية فيرمونت الأمريكية. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصادر محلية بتعرض 3 طلبة فلسطينيين يدرسون في جامعات أمريكية لاعتداء مسلح أثناء وجودهم في مدينة بيلينغتون بولاية فيرمونت، وقد تم إدخالهم إلى وحدة العناية المكثفة. وذكرت الشرطة المحلية أن رجلا أطلق النار على الفلسطينيين 3 ولم تحدد هويته بعد. هذا وأفادت التقارير الأولية بأن هذا الاعتداء جاء على خلفية
على خلفية عنصرية، وتم تصنيفه بأنه جريمة كراهية نظرا لارتدائهم الكوفية الفلسطينية وتحدثهم باللغة العربية. هذا وأدانت الخارجية الفلسطينية الأحد جريمة إطلاق النار التي تعرض لها الطلاب الفلسطينيون في ولاية فيرمونت الأمريكية. وأوضحت الوزارة في بيان أن الطلبة تعرضوا لإطلاق نار أثناء خروجهم مرتدين الكوفية الفلسطينية ويتحدثون اللغة العربية، ما أدى إلى إصابتهم بجروح متفاوتة. وطالبت الخارجية الفلسطينية السلطات الأمريكية المتخصصة بسرعة إلقاء القبض على المجرم والتحقيق معه ومحاسبته. شارك عشرات آلاف المغاربة الأحد في مسيرة بمدينة الدار البيضاء دعما لقطاع غزة ورفضا للتطبيع مع الكيان الصهيوني، كما شهدت كبرى مدن البلاد مسيرات مماثلة رفع خلالها المتظاهرون شعارات تطالب بإغلاق ما يعرف بمكتب الاتصال الصهيوني في الرباط. هكذا يتكرر المشهد في مختلف المدن المغربية، في الرباط، طنجة، الدار البيضاء، أكادير ومقاطعات ومدن أخرى بالمملكة. صدحت حناجر آلاف المتظاهرين دعما للقضية الفلسطينية ورفضا للتطبيع رغم الحصار المفروض عليهم من قبل الأجهزة الأمنية، تضامنية مع الشعب الفلسطيني واحتجاجا على جرائم الإبادة في فلسطين. لكن السلطات المحلية أبت إلا أن تمنعنا هنا في المغرب، في كل مرة يتم منع المسيرات السلمية بدعوة تهديد الأمن العام، وقد نظمنا العديد من المسيرات وما هدد لا أمن عام ولا هم يحزنون. لكن في هذا اليوم تم منع هذه المسيرة، ونحن إذ نحتج بشدة على هذا المنع، فإننا نؤكد أننا سنواصل الاحتجاج على جرائم الصهيونية، سنواصل التضامن مع الشعب الفلسطيني، سنواصل دعمنا للمقاومة إلى أن يتم تحقيق الانتصار. على عكس الموقف الرسمي لنظام المخزن المطبع مع الكيان الصهيوني، جدد أحرار المغرب خروجهم إلى الشارع تعبيرا عن دعمهم المستمر وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني. نتضامن هنا مع الشعب الفلسطيني عامة الذي ترتكب في حقه جرائم إبادة منذ أن احتل سنة 48 إلى الآن. الآن مع معركة طوفان الأقصى استعادت القضية الفلسطينية وهجها، واستعادت أولويتها لكي تكون على رأس أولويات البرامج الدولية والمنتديات، من أجل أن يتم النظر في هذه القضية العادلة التي يناضل أهلها منذ 48 إلى الآن، لكي ينالوا حريتهم ولكي يتحرروا من هذا الاحتلال الغاشم. المتظاهرون في المغرب رفعوا شعارات مطالبة بوقف التطبيع وغلق مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط، ما يؤكد المعارضة الشعبية الواسعة للسياسات المخزنية المتماهية مع الكيان الصهيوني. المظاهرات الحاشدة التي احتضنتها كبرى المدن المغربية جسدت بما لا يدع مجالا للشك الدعم الشعبي والهبة التضامنية الواسعة بالمملكة مع الفلسطينيين، ما يوسع الهوة بين نظام المخزن وأحرار المغرب في التعامل مع القضية الفلسطينية العادلة. وصلت إلى الجزائر الأحد أولى الوفود الأجنبية المشاركة في ندوة العدالة للشعب الفلسطيني المزمع تنظيمها بالجزائر العاصمة الخميس المقبل. الندوة التي تأتي ضمن المساعي الجزائرية الداعمة لمبادرة محاكمة الكيان الصهيوني أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة. هذا وثمنت الوفود المشاركة مبادرة الجزائر لاستحداث مجموعة عمل مشتركة للمرافعة من أجل القضية الفلسطينية. نحن نؤمن بأن الجزائر هي الدولة الأولى التي تحمل الهم الفلسطيني وتحمل القضية الفلسطينية وتحمي أيضا القرار الوطني الفلسطيني. لذلك نحن جئنا إلى الجزائر، جزائر الشهداء، جزائر النضال، جزائر الحرية والاستقلال، لإيماننا المطلق وإيماننا التام
بأنه الجزائر دولة وشعبا، ونقابة المحامين الجزائريين والمحامين الجزائريين سيحملون الملف القانوني الفلسطيني أمام الجنائية الدولية وأمام أي محكمة دولية أخرى في سبيل أن نحاكم المجرمين الصهاينة عما اقترفوه ولا زالوا يقترفوه من أفعال وقتل وتهجير وتدمير بحق الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية أو في أي مكان من أرض فلسطين العربية المحتلة. سنلاحق الكيان الصهيوني دولة وككيانا وقادة وأفرادا ملاحقة قانونية أمام القضاء الدولي والقضاء العالمي والقضاء الإقليمي كذلك الأمر، لمساءلته عن الجرائم التي يندى لها الجبين التي ارتكبها بحق شعبنا الفلسطيني في دفاعه عن أرضه في استعماله لحق تقرير المصير. هذا الكيان الصهيوني استخدم أفعالا ومارس أفعالا انتهك فيها كل المواثيق وكل العهود، وأفعاله تشكل كامل الأركان لجريمة العدوان وجرائم الحرب وجرائم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية. بقية الأخبار بعد الفاصل. نواصل نشر مشاهدينا بخبر آخر، حيث أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالشروع في إصلاح عميق للمنظومة البنكية ضمن تصور جديد وشامل ومتكامل. بيان الرئاسة الجزائرية نقل عن الرئيس الجزائري تأكيده ضرورة أن تستهدف عملية فتح رأس مال القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية طرق التسيير الحديثة وإشراك القطاع الخاص في تسيير المؤسسات المالية الهامة واتخاذ القرار الاقتصادي وخلق جو تنافسي. الرئيس الجزائري أوعز للحكومة بإدخال مزيد من التسهيلات ضمن شروط وكيفيات منح العقار الصناعي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية. الرئيس تبون طالب بإدراج تسهيلات ضمن نظام عمل الوكالة الوطنية الجديدة للاستثمار بعيدا عن كل التعقيدات الإدارية والبيروقراطية بهدف محاربة الفساد وتسهيل مهام المتعاملين الاقتصاديين، إلى جانب توفير الجيوب العقارية سواء كان مصدرها القطاع الخاص أو العمومي والمحافظة عليها وتسييرها ضمن رؤية ذات جدوى اقتصادية حقيقية تسرع الاستثمار. وبخصوص مشروع القانون المنظم للنشاطات المنجمية، أرجأ مجلس الوزراء الجزائري المصادقة على مشروع النص. بيان لمجلس الوزراء الجزائري برر التأجيل بالحاجة إلى مزيد من الإثراء للمشروع وإشراك المختصين والخبراء تحضيرا لفتح المجال أمام المتعامل الجزائري في ظل الديناميكية التي يشهدها النسيج الصناعي الجديد ورفع مردوديته ضمن عجلة التنمية. في شأن آخر، قال وزير الخارجية الصحراوي محمد سيداتي إن النظام المغربي يعيش على وقع هواجسه التوسعية وعقيدته الاستعمارية القائمة على احتلال أراضي الغير. سيداتي في لقاء خاص به موقع بوليتيكول كيز اعتبر المقترح المغربي لحل النزاع جزءا من المؤامرة التي تحاول الرباط الالتفاف بها على الاتفاق الإطاري الذي وقعت عليه جبهة البوليساريو والمملكة المغربية تحت رعاية الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية. المغرب لا يزال يعيش على وقع الهواجس التوسعية والعقيدة الاستعمارية، محاولا فرض سياسة الأمر الواقع التي أثبتت التجربة فشلها أمام صلابة وقوة إرادة الشعب الصحراوي في مواصلة كفاحه المشروع دون هوادة من أجل فرض حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال. لقد تمسك الشعب الصحراوي تحت لواء الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب تمسكا تاما بمخطط التسوية،
وعبر ميدانيا عن استعداده الدائم لتذليل العقبات التي يضعها الاحتلال المغربي في وجه تطبيقه. أعلن مجلس السيادة السودانية الأحد أن رئيسه عبد الفتاح البرهان اتفق مع السكرتير التنفيذي للهيئة الحكومية للتنمية إيغاد ورغني قبيهو على عقد قمة طارئة لرؤساء بلدان الهيئة لبحث الأزمة في السودان. وذكر بيان للمجلس أن الاتفاق جاء خلال لقاء بين البرهان وقبيهو في جيبوتي، مشيرا إلى أن القمة ستعقد في جيبوتي لوضع خريطة طريق واضحة المعالم لإنهاء الأزمة في السودان. وأضاف البيان أن اللقاء تطرق إلى سير المفاوضات غير المباشرة في جدة بين الجيش وقوات الدعم السريع والعقبات التي تعترض سبيل الوصول إلى اتفاق بين الجانبين. ختام النشرة، شكرا لكم وإلى اللقاء.